مشاهدينا الكرام، إذا الحديث أكثر عن هذا الحوار المرتقب بين واشنطن وبغداد وما سيخرج به وسط تحركات إيرانية سواء كانت مباشرة أو عبر ميليشياتها في العراق لإفشال هذا الحوار المرتقب. معنا هاتفيا من إسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعاوي، مرحبا بكم أستاذ حسين. إذا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد صرح منذ أكثر من شهر تقريبا أن بلاده تفتح أبوابها للحوار مع الحكومة الجديدة، ويقصد حكومة الكاظمي بعد أن شكلت. كيف ترى أبعاد هذا الحوار المرتقب؟ يعني أنا أعتقد وجود الكاظمي هو محدد مهمته الخارجية بضبط تواجد القوات الأمريكية في العراق من الناحية القانونية، فهذه هي المهمة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة بمجيء الكاظمي. أما الميليشيات التي تدعي بمحاربتها لإيران ومقاومتها بين قوسين وإلى آخره، يا سيدي هذه الميليشيات ألم تكن قبل عام 2003 هي تجندها أمريكا وتدربها أمريكا وأيدت وجود أمريكا باحتلال العراق وجاءت مع أمريكا ونصبتها أمريكا لحكم العراق؟ كل هذا لا يمكن أن احنا نقتنع بمجرد بعض البيانات والتقارير الصحفية أن هناك عداء بينها وبين الولايات المتحدة. لا يوجد عداء بين الميليشيات وبين الولايات المتحدة. هذه الميليشيات لا تعادي إلا العرب والمسلمين وتعادي شعوبها، لا تجرأ ولا يمكن أن تكون هي خصما وندا الولايات المتحدة. لكن ضمن حرب كلامية استهلكتنا تقريبا منذ أكثر من 3 أعوام والشعب العراقي والمنطقة عايشة في هذا، لكن أعطيني على الأرض ماذا فعلت هذه الميليشيات اتجاه الولايات المتحدة؟ الصواريخ التي أطلقت على نفس المنطقة الخضراء، هل أصابت أحد منها السفارة الأمريكية؟ هل قتل جنديا أمريكيا سواء من إيران أم من وكلائها؟ لم يقتل أحد، سوى قتلت المنطقة ودمرت وأشعلت الحرائق وهجر الملايين. هذا الذي يحصل على الأرض. أما أن نتكلم أو نبني ما من تقارير صحفية ونعتبره هو واقع حال، هذا الأمر ليس واقع، هذا في الخيال فقط. هذه الميليشيات ليس لها أي عداء حقيقي مع الولايات المتحدة ولن يكون لها عداء حقيقي في المستقبل. هذه الميليشيات تمارس الخيانة العظمى ضد أوطانها قبل 2003 واستمرت ولحد الآن. لا يمكن أن تقاوم الولايات المتحدة، معلوم من هو مقاوم الولايات المتحدة ومعلوم من هو كبدها خسائر في المعدات وفي الأرواح، معلوم من هو الذي ضغط على الولايات المتحدة لكي تخرج صاغرة من العراق وكذلك في أفغانستان. هكذا هم رجال المقاومة، رجال الحقيقيين. أما اليوم احنا مستهلكين، أغلب القنوات الإعلامية مستهلكة حول أن هذه الميليشيات الولائية أو المقاومة بين قوسين أن هي ستضغط على أمريكا وتخرج، يتكلمون بالمشروع الوطني. أي مشروع وطني هؤلاء يتكلمون عنه؟ وهم من جاء على الدبابة الأمريكية، وهم من قتل الشعب العراقي، وهم من أشعل الحرائق في المنطقة، دمرت المدن العراقية. العراق اليوم إيش حالة؟ حالة فقر واقتصاد منهار. كيف هذه الميليشيات التي ستكون في مواجهة أمريكا؟ لن تكون هذه الميليشيات مواجهة أمريكا. الكاظمي نعم لتنظيم التواجد الأمريكي لفترة مستقبلية طويلة الأمد ضمن معاهدة أمنية أو ضمن يعني التحالف الدولي أو أيا كان ضمن صيغة قانونية. هل تعتقد أن أمريكا أستاذ حسين كانت ترتب من قبل بتمرير هذه الحكومة، حكومة الكاظمي، لفتح هذا الحوار مع بغداد مع الشخص يعني الذي يمكن محاورته؟ أمريكا ليس لها رجل واحد فقط في العراق حتى نقول أنه هي من جاءت بالكاظمي وضغطت. أمريكا رجالات كثيرة في العراق، يعني إن لم يكن الكاظمي فسيكون غيره، والرجالات محتاجين أمريكا أكثر ما أمريكا محتاجتهم، وهي تختار ما تريد بسبب كثرة رجالها في العراق ومؤيديها ومدير البقاء الأمريكي. ونتيجة أيضا هذه اللعبة المزعومة بين إيران وأمريكا على الأراضي العراقية، أصبح كثير من الشعب العراقي يؤيد تواجد الولايات المتحدة على إيران، بينما هم كلاهما محتل العراق وتعاون في تعاون وتخادم بينهم على الشعب العراقي، وما وصل العراق إلى ما هو عليه الآن لولا هذا التخادم بين هذه الدولتين. لكن أدخلونا في قضية في حرب كلامية بينهما وأصبح الشعب العراقي يتكلم، هناك من يؤيد إيران وهناك من يؤيد أمريكا. على الشعب العراقي أن يدرك أنه لا يؤيد إيران ولا يؤيد أمريكا، كلاهما عدو للشعب العراقي وكلاهما ساهم في احتلال وتدمير هذا الشعب العراقي.
الآن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري صرح بأن مجلس النواب سيدرس حيثيات هذا القرار المرتقب، وهناك مصادر تؤكد يعني وصول تهديدات من الميليشيات للكاظمي بشأن خروج القوة، يجب يعني خروج القوات الأمريكية القتالية من العراق. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ نعم، هذه التصريحات ما تصلح إلا للسلاك المحلي وفيما بينهم، حتى الشعب العراقي بداية لا تصلح له، هذه فقط ضمن قواعدهم الحزبية تصلح. هذه التصريحات اليوم هم يدركون كل زين بأنه لولا الولايات المتحدة ما كان بقي هؤلاء جميعا عندما كانت المقاومة العراقية فاعلة على الساحة العراقية، ويدركون كل زين بأنه هذه لولا الولايات المتحدة ما كانوا هم على رأس السلطة ولا يسمح لهم بنهب أموال العراق وخيراته. يعني تتوقع تمرير البرلمان ساح حسين لبقاء القوات الأمريكية مستقبلا؟ بالتأكيد هذا البرلمان سيمرر بقاء القوات الأمريكية ضمن إطار، ضمن تقنين، حالة مقننة، ضمن يعني مثلا اتفاقية أمنية، ضمن أي شيء. اليوم العراق منظمة داعش فقط هي منظمة إرهابية استطاعت أن تسقط أو تحتل ثلث العراق، فكيف إذا انسحبت هذه القوات؟ كيف عندما سيطرت هذه المنظمة على العراق، على ثلث العراق، خرج العبادي وغيره يستنجدون الولايات المتحدة لكي تستهدف داعش، فما بالك بدول الجوار الذين هم استعدوا هذه الدول؟ فإذا العراق هو بأمس الحاجة إلى قوات أمريكية في العراق، وأعتقد سيضغط عليهم أو سيقبلون صاغرين بوجود الولايات المتحدة على أراضيهم وهم صاغرون. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، الكاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعوي.